يثبتوا المخارج الحقيقية ونحطوها في السكر الحقيقية. جو سوي بريزون، راني حاضر ونموت في الخدمة تاعي. ووهبوا اجعلوا من جسدي ومن روحي ومن قامتي هبة سرمدية للشعب الجزائري. نمد الروح تاعي للشعب الجزائري. ما كاش خمر حاجة. شنو قال المخارج؟ ما قال واش تمد لنا الهيه؟ والهيه كي نوصلوا المسؤولية إذا وصلنا وقبل ربي وقبل الدماء نفتح الملف ولما نعيط نشوف التنظيم نتاع هادو نتاع عقود ما قبل التشغيل ونقول لهم ديروا تنظيم وروحوا نهضر معاكم باش نديروا الحدود. نشوف النقابات نتاع التربية والتعليم في الأطوار الكل واللي ما عندهمش نقابة نقول لهم ديروا نقابة أخرى تفضلوا وروحوا نهضروا. ها واش عندنا في الخزانة؟ هاي المطالب نتاعكم، هاي نتفاهموا كيفاش نديروا الحل، وهاي القدرة الشرائية، وهاي نهضروا في الموضوع بالصدق وبالوفاء وبالإخلاص ليكم وللشعب الجزائري لنبني ثقة بين الحاكم والمحكوم.